السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا FEM لشرح المواقع الاستثمارية. اليوم نقدم لكم موقع الاستثمار الروسي StartupCompany.biz. عاد إلينا بحلة جديدة كما ترون. هذه واجهة الموقع كما ترون، هنا المدفوعات Investment، وهنا السحوبات كما ترون. ننزل أسفل. الموقع يعتمد على البانر ريف أفلايشر هذه والليفل المستويات الموجودة هنا، عدد الإيداعات كما ترون هنا، وعدد الأشخاص، فيديوهات خاصة بشروحات السحب والاستثمار وأي طريقة. كذلك الموقع يدعم الباير والكويت والبيرفكت موني والإندكس موني والميسترو والبيتكوين والفيزا كارد، كما أنه له تطبيقات هنا كما ترون، وهنا اليوتيوب الخاص به. هذه الواجهة سهلة وبسيطة غير معقدة. طريقة التسجيل، تضغط هنا شيك إن، هنا تضع اليوزر هكذا، هنا الإيميل، هنا كلمة السر، هنا تعيد كتابة كلمة السر هكذا، هنا تضغط تريجستر. هذا هو حسابنا كما ترون. هذه الواجهة الموقع، هنا البروفيل كما ترون. سوف نذهب إلى الإعدادات هنا لإضافة محفظتنا. نختار المحفظة التي نريد إضافتها. يوجد البيتكوين كذلك. إذا لدينا الباير، نستخدم الباير هذا هو، ثم نضغط هنا سيف كما ترون. تمت العملية بنجاح. طريقة الاستثمار من هنا شو انفيست، سنقوم بها. تختار الخطة هنا. هناك مشكل، سنعود. من هنا يتم الاستثمار. تختار العملة، تضع 100 روبل، وها هي أرباحك كم هي على حسب أنواع الخطط الموجودة. نقوم بالعودة للغة الروسية. ربما تتحدث، أيوة كانت هناك خطأ. طريقة الإيداع، نختار الخطة لمدة 72 ساعة. تضغط هنا، نختار هكذا، ثم نضع 100. نضغط هنا. هذه طريقة استثمار الموقع. ثم نقوم بعلامة صح هنا، ثم نضغط هنا للذهاب إلى الباير وتأكيد عملية الدفع. هذه عملية الدفع. نذهب إلى هنا، نختار الروبل هكذا، ثم نضغط على كلمة كونفير. ننتظر قليلا للعودة إلى صفحة إيداع. هنا لتأكيد العملية. لقد تم الإيداع 100 روبل بنجاح كما ترون.
سحب الأموال يتم من هنا الويدراو كما نقول. تختار محفظتك وكم لديك أرباح ثم تضغط انسحاب هنا للإطلاع على الودائع الخاصة بنا. هكذا الودائع نشطة كما ترون. هنا عندما تبدأ الأرباح بالصعود نجد أرباحنا قد ظهرت هنا كما ترون. هنا رابط الإحالة الخاص بك تستطيع تداوله مع البانر كما هو موجود هنا. أنا انضممت عن طريق الشخص هذا عبدو، نقوم برفع رابط الإحالة الخاص بنا. من هنا الإعدادات تستطيع تغيير كلمة السر وإضافة محفظتك كما قمت أنا بإضافة الباير الخاص بي. وهنا العلاوات هي البونتي الخاصة بالفيديو، تقوم بإنشاء فيديو للموقع وترفعه على اليوتيوب ثم تقوم بإرساله إلى الموقع وتنتظر فقط. هذا نلتقي في درس آخر إن شاء الله.